بهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا
ولولا كلمة
وَرُفَعَ
قل من يرزقكم من
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب أم يقولون افتراه. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله.
ضرا ولا نفعا
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاء موسوعة
ولا يحزن
ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أجر إن أجري
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون سيبطله إن الله
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك
ربك بخير وهو